سلام الله عليه. وبالله عليك هو الإمام الباقر هل يمكن أن ينسى واقعة الطف؟ 4 سنوات عمره، يعني مع الأطفال الذين فروا ساعة الهجوم على المخيم، مع الأطفال اللي لاحقتهم خيول الأعداء بكعاب الرماح وبأرجل الخيل. تدرون يا أخواني، الإمام الباقر هو اللي نقل إلنا يسمع تكسير أضلاع جدي الحسين تحت حوافر الخيل كما تتكسر القوارير. هو ويا الأطفال اللي شافوا تضرب زينب عليها السلام بالسياط وتسلب بنات الرسالة، شلون ينسى كربلاء؟ وما نسي كربلاء، وما نسي الحسين، وما نسي أحداث الطف حتى في مثل هذه الليلة. إمامكم 3 أيام قبل يوم غد، 3 أيام هو يرفع رجلا ويضع أخرى من حرارة السم اللي دس إليه. الرواية تقول الإمام الصادق كان يجلس عند أبيه يمرضه، كلما رأى أباه أغمي عليه لطم على رأسه ونادى وأبتاه. أنتوا شايفين أحبتي، شايفين إخواني، قبل أسبوع من قريت مصيبة الإمام الجواد، شفتوا الكاظمية شلون جنة الزوار؟ بعد كم يوم تشوفون كربلاء شلون جنة الزائرين. كذلك لما تقرأ مصيبة الرضا، مصيبة موسى ابن جعفر، الملائكة الزوار تحيا الأرض في ذلك المرقد الشريف. ما أدري الليل أكو واحد يعلق شمعة على ذلك القبر المهدوم؟ أكو واحد قاعد عند ذلك التراب ينعى الإمام؟ عظم الله أجوركم، أحسن الله لكم العزاء، أين المنادي وإماما وسيدا؟ كأني بالإمام يغمى عليه ساعة بعد ساعة، هذا والصادق تجري دموعه علي. فتح الباقر عينيه قال ولدي مما بكاؤك؟ قال أبكي فلا أبكي عليك وأراك تفارق الحياة. قال ولدي لا تبكي علي، أنا على فراشي وأنت تمرضني. ليش تبكون بعدي ما كملت؟ ولدي إذا أردت شربة من الماء أسرعت إلي بها. ولدي إن كنت باكيا فابكي على من فارق الحياة وهو ينادي وحق جدي أنا عطشان. ولدي إن كنت باكيا فابكي على من فارق الحياة وشمر على صدره. الباقر ينادي والدمع يجري من العين، خلي البكا يا ابني ولا تصفج باليده. شباب كل البكا والنوح والحسرة على من؟ على حسين، ذاك الذي مرمي على حر الوطية. خلي البكا يا ابني ولا تجذب الحسرة، لجل الذي مرمي على حرة الغبرة، ولأجل الذي بالسيف شمري حز نحرا، ولأجل الذي داست عليه الأعوجي.
بعد بعد خلي البكا ولا تصفج بايد على ايد لجل العليل اللي مشوا في رجله القى ولجل الوديعة دخلوها مجلس وعقب الخدر ناداو عليها خارجية شيعة موالين وعند احتضار الموت توجه إمامكم إلى القبلة مدد رجلي أسبل يداي سلم مواريث النبوة والإمامة إلى إمامكم الصادق أدار عينيه في أهله قال الله خليفتي عليكم أغمض إمامكم عيني قرأ شيئا من القرآن ثم أطبق فاه وفاضت روحه الطاهرة صح ونادي وإماما ما أسمع ما أسمع اصرخ ونادي وسيدا ما مضت إلا ساعة إلا والإمام محمول على الأعناق ضج أهل المدينة ضجة واحدة كل ينادي وإمامه وسيدا أهل المدينة شيعوا الباقر بتهليل هذا يدق صدره وذاك يصيح بالويل مثل السفينة تموج طيبة من حزنها حتى الوديعة في قبرها اسمع عونها مكسورة الأضلاع مفجوعة بابنها جني بمدامعها على خدنها تسيل كلمة الدعاء أيها الأحبة يقولون نزل الإمام الصادق داخل حفرة أبيه واستلم من الناس الجنازة يقول الراوي غاب عن ناظرنا جعفر بن محمد مددنا رؤوسنا شفنا متمدد على طول الجنازة قد فتح أطراف الكفن وضع خد أبيه على التراب ثم وضع فمه على خد أبيه الثاني يقبله مناديا أبا في أمان الله أقول سيدي يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد عظم الله لك الأجر سيدي مصابك عظيم في أبيك ولكن مولاي جدك زين العابدين حينما أتى لدفن أبيك أيضا يقولون بنو أسد تمدد على طول البارية لكن رأوا زين العابدين متحيرا لا يدري أين يقبل أباه قطعة قطعة وضع فمه على عظم النحر الشريف مناديا أبا أبا طوبى لأرض تضمنت جسدك أما الدنيا فبعدك مظلمة أما الآخرة فبنور وجهك مشرقة اسمعني ها اسمع يقولون هم زين العابدين أن يخرج من الحفرة وإذا بصوت من النحر الشريف ولدي علي والسد رضيعي على صدري
يا بو يا بو يا الطفل خلى على صدري وعلى هونك من تحط نحرة على نحري تدري يا بو يا غدا تدري نار السهم بحشاي تسري ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف ولا مدوا عليه رداء يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد.